أهلا بكم. تولد مبادرات ريادية كثيرة من حاجة شخصية وأصيلة لتغيير الواقع، كأن تأتي تعبيرا عن رفض مهندسة ميكانيكية شابة لقضاء أبنائها جل وقتهم أمام شاشات التلفزة وفي حضن ألعاب الفيديو. إليان شاطري لديها المزيد حول مشروع المهندس الصغير من بيروت. هذا اليوم الدراسي لا يشبه غيره، في قاعة جهزت خصيصا لهم داخل مدرستهم سيتابع هؤلاء الطلاب ورشة من نوع آخر. برحب فيكم اليوم بورشة عمل مهندس الصغير. نحن اليوم جايين باستضافة من المدرسة لنقدر نعلمكم على برنامج جديد، برنامج رجال الآليين، ونخليكم أكيد خلال هالورشة نعطيكم معلومات ما كنتوا بتعرفوها كتير. بعرفكم على حالي، أنا اسمي رنا شميتلي، مؤسسة المهندس الصغير، وأكيد عم بشتغل مع فريق عمل حدي. عام 2009 أسست رنا شميطلي المهندسة الميكانيكية والأستاذة في الجامعة الأمريكية في بيروت والأم لثلاثة أولاد مشروع ذا ليتل إنجينير، أي المهندس الصغير، انطلاقا من قناعاتها بأنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الصغار الذين يقضون معظم وقتهم أمام شاشات التلفزة وألعاب الفيديو من جهة، ولإدراكها من جهة أخرى بأن بعضا من طلابها الجامعيين تابعوا دروس الهندسة إذعانا لرغبة الأهل. أمام هذا الواقع ولدت الفكرة، تعليم الأطفال والشباب بين 6 أعوام و18 عاما مبادئ الرياضيات والفيزياء والطاقة المتجددة وأصول تصميم الأذرع الآلية والروبوت ليكونوا مبدعين وقادرين على دخول الكلية العلمية في المستقبل. احنا بدأتنا كتير تكنولوجيا، رجعنا شوي لورا لنرجع ننفض البرامج كلياتها لنضلنا up to date. يعني ما فينا نجي نقول نحن لتلميذ بدنا نعلمك على التكنولوجيا عمر 10 سنين على الـ على الـ على الرف. سو عنا latest تكنولوجيا واكيد عم نعرفهم عليها وعم نجدد البرامج. المبادرة التي بدأت بتعليم الصغار والشباب بعض البرامج المتخصصة الموجودة على الإنترنت تطورت واستقطبت متخصصين في مجالات الطاقة والهندسة، وأصبح مشروع المهندس الصغير يضم اليوم فريق عمل من 30 شخصا ويملك مناهجه الخاصة التي تنمي المهارات الفردية للأطفال ما بعد الدوام الدراسي أو خلاله، كما هنا في ورشة العمل هذه، حيث استطاع الطلاب بمساعدة رنا وفريق عملها من تركيب الرجل الألي وبرمجته. كثير حلو، عجبني كثير، وحبيت التيمور اللي كنا عاملينه انا ورفقاتي. عملنا روبو بيقدر يمشي ويدور، هلا عم نجرب نبرمجه يعمل فايت، وكثير حبيت، وان شاء الله لما اكبر بدي اطلع مهندس. انا حبيت هيك اكثر من التلفزيون. حبيت انا كثير الروبوت، حبيته كثير، وبدي اتعلم، بدي اروح على المهندس الصغير واتعلم بعد كثير بالاشغال من الروبوت. وبالصيفية إن شاء الله بقدر أجي على الليتل إنجينير ولما أكبر أعمل شيء اختراع كبير. حماسة الصغار وفرحتهم تؤكد لرنا أنها على الطريق الصحيح. بدنا نعطيهم نبذة عن شيء هن بيقدروا يسووه وهن بيتفاعلوا بعدين، يا بمراكزنا يا بالمدارس عندهم إذا انطرح البرنامج، بس الرسالة عم توصل. نالت تجربة رنا العديد من الجوائز العالمية كجائزة ماساتشوستس للتكنولوجيا وجائزة كارتيه لريادة المرأة، واستطاعت من خلالها تكوين شراكات مع العديد من الشركات العملاقة التي وجدت في مبادرة المهندس الصغير المكان الصحيح لبداية تكوين أجيال المستقبل. لمشروع المهندس الصغير والقيمين عليه طموحات لا تقف عند حدود خاصة الجغرافية منها، فبعد إطلاقه في قطر منذ 2 سنين تتكثف التحضيرات لإطلاقه قريبا في المملكة المتحدة في موازاة استعداد لإطلاقها أيضا في عدد من البلدان العربية. لخارطة المال، إليان شاطري، بيروت. وترى رنا شميطلي أن الإيمان بقضية والالتزام بها وبغرسها في نفوس المحيطين برائد الأعمال تقع في صلب مهمات القائد المبادر.